اهلا اهلا يا اصحابي، عاملين ايه؟ النهارده بقى هنروح عند دكتور السنان ونشوف هيعمل ايه في سنان العيانين بتوعه. يلا بينا نختار مين الاول. التمساح الجميل، تعال يا عم تمساح ورينا عندك ايه. اتفضل اتفضل، يلا افتح بقك وورينا. يا ساتر يا ساتر يا رب، ايه ده يا عم تمساح، انت ما بتغسلش سنانك؟ طب تعالى ننضف لك الاول عشان نشوف سنانك فيها ايه بالظبط. وايه بقى يا الاكل دي يا عم تمساح؟ سمك وعظم، ده انت ايه تمساح ممتاز بصراحة. استنى، في عظمة فوق اهي، هات يا عم. استنى ما ننضف لك كمان، ده كل ده تسوس، كل ده تسوس يا عم تمساح، سنانك مسوسة خالص. استنى ما نركب لك البتاعة دي عشان تشفط المية. ايوة هنا اهو، تعالى بقى نحط لك الحشو. تعالى يا عم تمساح، اما ننضف لك الضرس. ايوه ننضف الضرس من السوسه ونحط الحشو. حط يا عم توصى شويه، ده سنانه بايظه خالص. اكيد عم تمساح ما بيغسلش سنانه خالص. ينفع كده يا عم تمساح تخلي السوسه تاكل سنانك؟ اديني عملت لك الحشو، خد الحشو ده كمان في الضرس ده. استنى بقى اما نوجه عليه شعاع الليزر. ايوان وكده كمان، واخر سنة كده، مية مية يا عم تمساح. خلي بالك من سنانك ودروسك بعد كده. يلا برافو عليك، باي باي. تعالوا نشوف مين تاني بره. ترن ترن ترن، اهلا اهلا، اتفضل، ده انت ضرسك وارم على الاخر. تعال ورينا ما عندك، افتح بقك. الله الله، ده مفيش غسيل سنان خالص. استنى ما نضف لك سنانك عشان نشوف ايه اللي عندك انت كمان. ايوان وريني، ده ايه ده؟ وده كمان نغسله كده، ونغسل ده كمان، والضرس ده كمان. استنى اما ننضف لك الجير ده. وريني السنة دي كمان. ايوه تعالى بقى نعمل اشعة ونشوف مشكلتك فين. لا 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 لا، ايوه هو السنة دي. تعالى ورينا فيها ايه. يا ده كيس دهن كبير، هنضطر نديك حقن البنج عشان نفتح الجزء ده ونطلع الكيس الدهني. ايوه كده اهو، كمان واحدة بدأ يطلع. هنجيب القطنة ونمسح، نجيب القطنة ونمسح ونرمي القطنة، نجيب قطنة كمان ونرمي القطنة دي كمان، وبعدين نعالج الفتح ده. ايوه كده سنانك مية مية، بس خلي بالك منها بعد كده واغسل سنانك حلو عشان ما تبقاش وحشة كده تاني. يلا مع السلامة عشان نشوف مين تاني برا. القردة الجميلة، انت بقى اكيد سنانك حلوة، انت عاملة فيونكة ولابسة فستان. يلا ورينا بقك يا ستار يا رب يا ستار. ايه ده؟ ايه اللي انت عاملاه في بقك ده؟ بق ده ولا باسكت زبالة؟ يا نهار ابيض يا نهار ابيض،
اغسل يا عم، اغسل اغسل بسرعة اغسل، دي تقريبا ما شافتش فرشة أسنان قبل كده. اغسلي يا ستي، اغسلي سنانك، حرام عليكي. تعالي اما ننضف لك ده كمان، ورينا اما نشوف مشكلتك فين، واسنانك معوجة ومش نافعة. ونشلك الجير ده كمان، ايوه، وهنا كمان. تعالي بقى اما اركب لك التقويم ده عشان سنانك تتعدل. واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة، حداشر، اتناشر. يلا يا ستي ابقي تعالي كمان اسبوع عشان نتأكد ان التقويم ما تحركش من مكانه، واغسلي سنانك بعد الاكل عشان ما تسوسش. يلا باي باي.